we'll go the lead extraction session, and we'll start with Ashraf Al-Amin from Alexandria University. He will talk about optimization management of patients submitted for lead extraction. ومعنا دكتور محمد اسامه طبعا one of the expert in lead extraction في مصر وياما عملنا حالات في المعهد مع بعضينا ان شاء الله ربنا يعديهم على خير كلهم انا مش وصلت بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أحب أتوجه بالشكر للإكرا بورد ممبرز على الدعوة اللطيفة دي وشكراً للتشير بيرسونز والحضور الكرام الصامدين لحد آخر السيشن الحقيقة ده مش عنوان المحاضرة بتاعتي It's not preparation, it's optimization الحقيقة لما شفت العنوان بتاع المحاضرة الأول يعني استوقفتني كلمة optimization يعني جاية منين كلمة optimization دي optimization جاب دي من كلمة optimus in Latin which means the best optimization معناها obtaining the best كلمة the best دي to be tackled with caution a little bit الخواجة ده اسمه فولتير ده is a French philosopher قال جملة شهيرة والجملة دي احنا اتعلمناها اول ما دخلنا الالكتروفيسيولوجي من استاذنا استاذ دكتور مصطفى نوار واحنا صغيرين خالص ان the best is the enemy of the good فهنكيب فولتير in mind شوية طيب اول حاجة ايه هي الحاجة السب اوبتيمم اللي انا خايف منها يعني ما هو السب اوبتيمم عشان ابتدي انا ادور ازاي اعمل اوبتمايزيشن والله as simple as procedural failure and complications of this صح هي دي suboptimal reasons لأي procedure في الدنيا أنا بعملها طيب عشان أتكلم على الفيلير لازم الأول أتكلم يعني إيه success لازم أوضح the definition of success عشان أعرف the definition of failure في lead extraction complete lead removal معناها أن أنا شلت كل target leads incomplete lead removal معناها أن جزء من leads still remaining in the patient's body Complete procedural success معناها ان انا شلت كل التارجت ليدز من غير permanently disabling complications ومن غير death. While clinical success معناها ان انا acceptable بالنسبه لي the retention of a small portion of less than 4 centimeters that does not adversely affect the impact of the procedure. وبالتالي procedural failure معناها ان انا عندي inability to achieve either complete procedural or clinical success يعني لا عرفت اعمل ده ولا عرفت اعمل ده تمام وبالتالي انا acceptable بالنسبه لي سنه sub optimum results and this is considered as clinical success زي ما فولتير ما قال طيب النكست بوينت اللي انا عايز اتكلم عليها هي الاوتكمز الكومبليكيشن ريتس هل الكومبليكيشن ريتس دي حاجه الريت بتاعها عالي الالكترا ستادي ذيس از وان اوف ذا لارجست ستاديز اللي اتعملت على الترانس فينس ليد اكستراكشن 3500 عيان عملوا ترانس فينس ليد اكستراكشن 73 سنترز ان 19 يوروبيان كانتريز والميجر كومبليكيشن ريتس زي ما حضراتكم شايفين كده 1.7% مورتاليتي 0.5% زي ما احنا شايفين كده الميجر كومبليكيشن ريت كان 0.19 تو 1.8% مينلي ريليتد تو كاردياك افالجن وفاسكولار لاسيريشن وبقيه الحاجات كلها ار اكستريملي رير طيب الارجيومنت الواضح ان ذيس از ا ترايل ذات از ميد ان ذا يوروبيان كانتريز الناس دي عندها امكانيات عندها فلوس عندها تريننج عندها كل حاجه عندها كل التولز موجوده فذيس داز نوت ابلاي Actually, في الإلكترا ترايل كان فيها أكتر من نص السنترز اللي شاركت فيها كانت low volume centers. Low volume بمعنى less than 30 procedures per year. والحقيقة حتة low volume versus high volume center دي بالذات اتعملت عليها investigation واتعمل عليها multivariate analysis ولقوا إن low volume centers are likely to cause clinical failure. Not related significantly to major complications, including death, ولكن low volume procedure done in low volume centers is related to all cause mortality with an odds ratio of 2.02. Okay.
طيب let's move on to the optimization. دلوقتي انا عايز اعمل optimization. هعمل optimization ازاي للليد اكستراكشن؟ اول حاجه هعمل لها optimization is my patient. How to optimize my patient? Number one, patient selection. لازم انقي البيشنت بتاعي كويس. كلنا عارفين الانديكيشن اوف ليد اكستراكشن حاجات كتيره، ممكن انفكشن، ممكن مالفانكشن، ممكن ابجريد، ممكن superior vena cava obstruction، حاجات كتير. لكن ايه الكلاسز اوف ريكومنديشن في دي؟ ايه البيشنت اللي ما ينفعش اسيبه من غير ليد اكستراكشن؟ الكلاس 1 ريكومنديشنز فور ليد اكستراكشن هو mainly device related infection including definite system infection او even valvular endocarditis حتى لو انا ما فيش معايا involvement الديفايس، يعني patient عنده aortic valve endocarditis مثلا، البيشنت ده الديفايس بتاعه بيتشال. والحاجه الثالثه ان البيشنت عنده recurrent or persistent bacteremia despite appropriate antibiotic therapy، بس دي بتعتمد على الاورجانيزم شويه. ايه تاني class 1 recommendation؟ lead related thromboembolic events cannot be managed conservatively SVC stenosis or occlusion patient planned for implantation of a venous stent symptomatic SVC occlusion or stenosis lead induced life threatening alesmia زي ما احنا شايفين كلها rare situations most common situation ان احنا اللي بنتكلم في ان class 1 recommendation يمكن 98-99% منهم patients are infected patients class 2A class 2B معناها ان البيشنت الليد اكستراكشن از نيجوشيبل مش غلط قوي لو انا ما عملتوش. طيب ايه تاني؟ البيشنت بتاع الانفكشن ده محتاج ياخد انتي بايوتكس كويس. لوكال انفكشن يعني بوكيت انفكشن فانكومايسين او دابتومايسين 10 to 14 days at least after extraction. لو معايا سيستميك سيمتومز يبقى بزود عليهم ثيرد جنريشن كيفالوسبورين او جنتامايسين for 10 to 14 days. لو عندي systemic infection يعني عندي positive blood cultures أو عندي vegetations يبقى vancomycin plus third generation cephalosporin or gentamicin for 2 to 4 weeks. ولو عندي prosthetic cardiac valve أو معرفتش أعمل complete removal للسيستم يبقى بزود كمان rifampicin for 4 to 6 weeks. التايمينج بتاع البروسيجر هنا مهم جدا. إمتى بدخل البيشنت ده for lead extraction البيشنت الانفكتد؟ حقيقة مكتوبة صراحة في الـ consensus document بتاعة الـ European Heart Rhythm Association ideally within 3 days. No unnecessary delay whatsoever. طيب intra-procedural ده الـ exposure بتاع الـ patient اللي بيعمل transvenous lead extraction. الـ patient كله exposed والتعقيم بتاعي بيبقى as if I'm going to do an open heart surgery because I might need to do an open heart surgery. Prepare the patient while putting in mind emergency cardiothoracic surgery. Access to contralateral device implantation. ممكن أحتاج أعمل pericardiocentesis, thoracocentesis. ممكن أحتاج temporary pacemaker. ممكن أحتاج thoracotomy, sternotomy, cardiopulmonary bypass. The equipment لازم تكون موجودة. The femoral venous access are routine, especially for the occlusion balloon لو حصل superior vena cava tear. وأخيرا arterial access ده routine for invasive hemodynamic monitoring in all patients. The next step in optimization is to optimize the device. Device optimization ازاي؟ لازم اعمل chest x-ray او CT chest يبين لي البوزيشن بتاع الليدز، التايب اوف فيكسيشن بتاع الليدز، البريزنس اوف شوك كويلز، في شوك كويلز ولا لا؟ هل في اباندند ليدز البيشنت ما يعرفش عنها ولا لا؟ sometimes بنلاقي كده البيشنت ما يعرفش البروسيجر اللي فاتت حصل فيها ايه؟ والكونديشن بتاعها هل الليد انتاكت ولا الليد كات ولا ايه ظروفه بالظبط؟ وفي بعض الاحوال ممكن كمان كنا بنعمل فينوغرافي تو assess البوينتس اوف ادهيجن along الليدز. طيب ICD therapy should be turned off of course unless you want some drama in the operating room. Pacemakers should be programmed to VVI with a basic rate of 30 or as low as possibly tolerated. ولازم احدد انا محتاج temporary pacing بعد كده يعني عندي pacemaker dependent ولا لا من قبل ما ادخل. Next step the tools. التولز يمكن هي اصعب نقطه في الليد اكستراكشن. We need tools. Lots of tools. الليسته الطويله دي هي التولز بتاعت الترانسفينس ليد اكستراكشن. اوكي؟ لسته طويله طبعا ومليانه بالحاجات يعني. عندنا ستايلتس، ريجولار ستايلتس، عندنا لوكينج ستايلتس، عندنا ليد اكستندرز، عندنا تلسكوبينج شيز، عندنا ليزر، عندنا مسدسات، عندنا سنيرز، عندنا مور سنيرز، عندنا بالونه. وعندنا فولتير بيقول لنا ان مش لازم يبقى عندي كل حاجة عشان خاطر أشتغل. في دليل على ذلك؟ في دليل على ذلك. This was a published paper from
my own thesis, actually, my PhD. In this patient, we assessed a small number of patients, 200 patients, 363 leads in a specialized center, single center. Simple manual traction, مجرد ان انا اشد الليد فيطلع في ال 200 patient دول كان successful في 25%. اوكي؟ يعني 25 ربع الحالات بتطلع كده. طيب. والنيد فور ادفانسد تولز كان 45%، وده رقم مش قليل، يعني حوالي نص العيالين بيحتاجوا ادفانسد تولز، يعني يحتاجوا باور تشيز او بيحتاجوا سنيرز وفيمرال اكستراكشن تولز. هاويفر الكوهرت بتاعنا كان سبيشال شويه، الامبلانت ديوريشن المتوسط بتاعها بيكوز ذيس از ا سبيشاليزد سنتر كان المتوسط بتاعنا 8.75 years which is a long time. كان عندنا 60% of leads are passively fixed، وكان عندنا 60% of leads are ICD leads including 13.9% dual chamber ICD leads. فالرقم بتاع ال 45% ده I think لو احنا بنتعامل مع الليدز العادية بتاعتنا اللي within 5 years pacemaker leads active fixation leads I think it can drop to maybe 20 maybe 10 even percent. The next optimization of the personnel. مين البيرسونال اللي انا محتاجهم؟ برايمري اوبريتور، كارديو ثوراسيك سيرجن، ان كيس البرايمري اوبريتور ما هوش سيرجن هو نفسه، انستيزولوجيست، محتاج اكس راي تكنيشن، محتاج سكربد اند انسكربد اسيستنتس نيرسز اور دكتورز، محتاج ايكوكارديوجرافر. والكواليفيكيشن عشان اقول البيشنت ده كواليفايد، وي نيد ا مينيمم اوف 40 ليدز تو بي اكستراكتد ان ات ليست 30 بروسيجرز فور كواليفيكيشن اند 20 ليدز ان 15 بروسيجرز بير يير فور مينتيننس اوف competency. وفي بعض ال virtual reality training programs are currently or has been developed وبيدوا يعني results بت improve results شوية. The next is the lab optimization. فين المكان اللي أنا المفروض أعمل فيه lead extraction؟ المعظم بنعمل في الكاث لاب أو في الإي بي لاب، لكن أنا ممكن أعمله في الأوبريتنج روم، ممكن أعمله في هايبريد روم، روم تكون مجهزة بجهاز فلوروسكوبي، ولكن كمان I can easily change it into an operating room واعمل فيها open heart. Actually the location is much less important than the ability to perform emergency cardiothoracic surgery within 5 to 10 minutes. هي دي ال pivotal point. However, one study showed that mortality was significantly higher لو ال emergency surgical أو endovascular procedure دي حصلت في ال EP lab rather than in the operating room. So in the operating room or a hybrid room عشان الفلوروسكوبي is much better if available. The next is optimization of the technique. So what is the optimum technique? Actually no one can answer this question. The optimum technique is the technique that is suitable for you, the one that you are most familiar with, the one that you get the best result with. Most operators prefer the superior approach and the femoral as a bailout, but some operators prefer to start with the femoral approach. We, again, it is described in the literature a hybrid approach, both superior from the implant vein and inferior at the same time. مهم جدا في التكريك الـ idea of traction, counter pressure. ودي نقطة مهمة. Just one minute. ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لل lead extraction. الليد مش بيتشد، الليد مش بيتشد. سلايد تراكشن دي الفورس الأولانية اللي أنا بعملها. كاونتر تراكشن معناها إنه أنا شادد الليد with a small force بزحلق عليه الشيز، وبالتالي الشيز هو اللي بيدخل مش الليد هو اللي بيطلع، أنا ما بطلعش الليد، أنا بدخل الشيز. أوكي؟ ده اسمه كاونتر بريشر. وانس الليد بتاعي وصل للتيب بيمينتين كاونتر تراكشن بحيث ان الليد الايبكس بتاعت الهارت او البوينت اللي فيها التيب تبقى سلايتلي انفاجينيتك اللي جوه، وبعدين تسيب الليد وترجع لمكانها، وده بيجارد اجينست الافالجن بتاع الكاردياك ماسل. فالكونسبت ده مهم جدا. اخر نقطه موجهه للامبلانترز not the extractors the optimization of the implant itself. The optimum implantation is to implant to extract. وانت بتركب حضرتك هتبقى in mind ان انت هت extract later on in all cases. Avoid lead crushing. بلاش اعرض البيشنت لان هو يدخل في crush ويحتاج lead extraction. ابعد عن subclavian لو اقدر او
احاول ان انا ابعد عن البوينت اوف تايت بونز، افويد تو ماتش ليد ريدندنسي عشان بيعمل فايبروزز وبيلزق في الوولز. مينتين اليومن بتاع الليد، بلاش اعمل كراشنج لليومن بتاع الليد وانا بثبت عشان ليتر اون لما احتاج ادخل لوكينج ستايل. افويد الباسيف فيكسيشن ليدز على قد ما اقدر، وافويد الدول كويل ليدز على قد ما اقدر. الحاجات دي ار بروفن تو بي very difficult to extract. طيب اخر رساله هقولها، the best extraction procedure is the one that you avoided. And how to avoid extraction? Fight infection. Thank you. دكتور أشرف شكرا، محاضرة قيمة الحقيقة. أنت جت يعني في الكلام، الحقيقة كلنا وإحنا بنركب نفسنا ما نعملش إكستراكشن، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. يعني الحقيقة إحنا بدأنا تجربة وبدأتها مع الدكتور هيثم والدكتور محمد، وكانت تجربة الحمد لله يعني لحد ما إحنا عندنا نظرية، حتى وإن قلت الإمكانيات لن يقل عدد المرضى، فأنت you have to deal يعني. وحضرتك في جامعة اسكندرية، جامعة عين شمس، معهد القلب، هنريفير لمين يعني؟ خلاص بقى يعني أنت الإند لوب بتاع العيان. فبالتالي بتبقى المشكلة، دكتور محمد مثلا ماسك أسيوط فرع الصعيد كله، هيقول إيه؟ هيقول للعيان أنا هوديك فين؟ فبالتالي أنا اشتريت 10 لوكينج ستايلتس واشتريت 5 تيوبس ب 400,000 جنيه. عندنا مسدس جايبينه لينا سنتين بس بنخوف بيه. بس احنا عندنا التاني يا دكتور، احنا عندنا مسدس تاني واخد بالك، بنخوف بيه لان احنا خايفين لو فتحناه ما نعرفش نعقمه. يعني دلوقتي مشكله التعقيم بقت مشكله فظيعه قوي. لكن احنا من شغلنا مع بعض الحقيقه طلعنا بنظريات مش مع الجايد لاينز، لان هم بيتكلموا على انه الامكانيات كلها متاحه، لكن احنا للاسف الامكانيات كلها مش متاحه طبعا. فبالتالي احنا بنشتغل انفرادا فراجماتيك، بنشتغل فيمورال كتير، بنشتغل من الاذر سايد احيانا. بنشتغل هم الانديكيشن في رساله دكتور محمد كانت 57% انفكشن، احنا 99% سيادتك انفكشن طبعا. يعني هو عنده حالات كان عاملها في الرساله بتاعته عشان البين، عيان قال ده بيوجعني شلول. احنا البين ده انا كنت في نفس السنتر اللي كان فيه محمد على فكره، نفس وكان نفس الرقم برضه، وكان 52% انفكشن بالظبط بالظبط. فهم بيتكلموا عن البين بيعملوا له اكستراكشن، احنا البين طبعا عمرنا ما هنعمل له اكستراكشن، ياخد كل الانالجيزكس في الدنيا ونبقى نشوف طبعًا. مع البطاريه الجديده بقى نبقى نحطها له جوه وبره بتاع نتصرف. فالحقيقه لينا تجربه مع بعض، وكل سنتر في مصر عندنا ليه تجارب جيده. نفسنا ان شاء الله نتعاون ننشرها مع بعض. الحقيقه احنا بنشتغل باقل الامكانيات، والحمد لله ربنا كرمنا بنتائج لحد دلوقتي كويسه، ويعني بالتوفيق يعني. As long as it works يعني تمام. It works. الحمد لله. Moment. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا على الحضور القيمة. أنا أبقى سعيد قوي إن أنا أقدم الدكتور محمد أبو الحسن، من الناس المحترمة والدؤوبة. يعني يكفي إن إحنا بيبقى بينا إنه إحنا ممكن الراجل يجي من أسيوط للقاهرة عشان نعمل حاجة سوا، حالة سوا. بيبقى معانا الدكتور هيثم، الحقيقة بنشتغل سوا كفريق الحمد لله، وربنا بيسترها معانا. يعني الحقيقة لما بنيجي نشوف بعد ما بنعمل الحالة سوا وبنيجي نقول إنه إحنا كنا متفقين على less than $5 extraction. فمحمد أنت لو هتعملها عند أنطونيو هناك هي كام؟ يقول لي حوالي $100,000. طب احنا بنعملها بأقل من $5، واخد بالك؟ وبنعمل يعني احنا بنشد، وبعد كده بنعمل الليد الكاستمايزد بتاعت سنير،
وبتاع كل القصة مثلا بتطلع لها بخمسة سبعة دولار. فالحقيقة الدكتور محمد هيتكلم على الـ pitfalls in lead extraction، ويمكن هو هيتكلم جزء اللي بره وهيقارنه بالجزء اللي جوه ونشوف احنا شغالين ازاي. اتفضل دكتور محمد. شكرا دكتور محمد، من الناس المينتورز بتوعي اللي بفخر بالشغل معاهم والتعلم منهم. هنتكلم عن شوية common transvenous lead extraction pitfalls starting from the pre-procedural pocket incision. The patient referred for transvenous lead extraction mostly due to infective cause. The first simple trick: make the pocket incision very close to the subclavian puncture. ده هيديلك better traction force و better probability for advancement of your extraction sheaths. This is simple, but this is very important. Second, the attempt of manual traction. زي ما قال الدكتور أشرف إن manual traction بيوصل 25% in cases. خلي بالك before utilization of any extraction tools, try to do manual traction, but the manual traction should be gentle manual traction. A massive manual traction will lead to destruction to the lead, وخصوصا الليد اللي بيهمنا ده الاوتر انسيليتور والميدل والانر انسيليتورز وما بينهم الانود والكاثود كويلز، ومن جوه الانر كاثود بيكون موجود اليومن اللي هو ديديكيتد فور ذا ستايلنج. لو عملت ماسيف تراكشن ده هيعمل لي ليد دامج وهيحصل ديستراكشن للانر لومن، ومش هبقى قادر ادفانس بالاكستراكشن تولز بتاعتي. بحول الليد لليد بنسميه فلوبي ليد. فلوبي ليد يعني مش هقدر اتعامل فيه، مش هقدر ابجريد بالتراكشن تولز المختلفه. اتليست لو هتعمل مانوال تراكشن جنتلي، حط الستاندرد ستايلت قبل ما تعمل المانوال تراكشن. Pre-procedural risk assessment is very important. في mortality زي ما قال الدكتور أشرف مش قليلة في الحالات. بيفيدك pre-operative risk assessment في availability of tools center اللي هتشتغل فيه، وجود surgical backup واختيار الoperator اللي هيشتغل الحالة. يمكن الدكتور أشرف أشار إلى electro registry, largest multicentric registry about transvenous lead extraction. والايروز ريسك ستراتيفيكيشن او سكور ده ديرايفد من الالكترا ريجستري، وبيكاتيجرايز البيشنت انتو ايروز 1 و 2 و 3. ايروز 1 واحد حاطط بيس ميكر ليد اقل من 15 سنه او اي سي دي ليد اقل من 10 سنين. ايروز 2 زيه بس العين عنده كوموربيد كونديشن، عنده كونجينيتال هارت ديزيز، عنده هارت فيلير، عنده انفكشن انكلودنج فيجيتيشن او عدني، او عنده كيدني ديزيز. ايروس 3 لو عين حاطط بيس ميكر ليد اكتر من 15 سنه او اي سي دي ليد اكتر من 10 سنين. الايروس ده عباره عن ريسك ستراتيفيكيشن فور اوتكمز اند فور ديفيكولتي. بمعنى لو العيان عملت له ريسك ستراتيفيكيشن وطلع ايروس 3، معنى كده العيان ده عرضه للمورتاليتي، عرضه للكومبليكيشن اسوشيتد ويز مور هوسبيتال ستي، وكمان الاكستراكشن غالبا هيحتاج لمور ادفانسد تولز وغالبا هيحتاج لفيمورال ابروتش. بس خلي بالك في الايروز 1 اللي هو العين اللي بيعتبروه في السكور ده لو ريسك بيشنت، هو حاطط الاي سي دي، لو واحد حاطط اي سي دي ليد من 10 سنين ده كونسيدرد لو ريسك. اكشوالي براكتيكالي ده ديفيكلت شويه، يعني بنشوف عيان حاطط اي سي دي ليد ابوف 3 ييرز والاكستراكشن بيبقى فيري ديفيكلت. الإيطاليان كوليجز في بريشيا هوسبيتال عملوا الـ MB سكور. MB سكور ده عبارة عن sum of points بيعمل الـ age of the lead مقسمه لثلاثة خمسة عشرة. الـ number of leads مهم، كل ما زاد الـ number of leads زادت الـ difficulty of the procedure. Presence of passive fixation زي ما قال الدكتور أشرف associated with a difficult procedure. وجود الـ ICD نفسه بيزود الـ risk of the procedure. لو عين مركب lead من 10 سنين according to MB score هياخد at least 4، يعني هو high risk for the need or for difficulty of the procedure or for the need of powered tools. The same center approved the lead score. The lead score في point واحدة بس، إن العيان لو عنده dual coil ICD lead العيان ده higher risk، وكمان حاطين the vegetation بالminus.
يعني وجود الفيجيتيشن والانفكشن عموما اكوردنج للليد سكور كان اسوشيتد ويز امور ايزير ليد اكستراكشن ذان لو واحد هنعمله ليد اكستراكشن فور ديس فانكشن. واكشوالي في البراكتس يعني مع الدكتور محمد بنشوف الحاجات دي كتير ان لما بيكون في انفكشن الاكستراكشن بروسيجر بتبقى ايزير شويه. اخيرا اشار برضو الدكتور اشرف لي احنا استضد الكلام ده في 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 بريشيا الاكستنسيف اوف ليد فينوس وول ادهيرنس كانت بريدكتور للنيد فور ادفانسد تولز ان ذا فورم اوف باورد ميكانيكال تولز او ليزر شيس اكستنسيف ليد فينوس وول ادهيرنس بالفينوس بري اوبراتيف فينوجرام ديفايند بان الليد يكون امبيدد في الفينوس وول 1 سنتيمتر من اليومن او ان يكون الليد سراوندد باي لارج اريا اوف هيزنس از ا سيرجيت اوف ليد فينوس وول ادهيرنس. تو سام اب في البري اوبراتيف ريسك اسيسمنت دو نوت اندر استيميت ذا تشالنج اوف ان اي سي دي ليد اكستراكشن بريزنس اوف انفيكشن فاسيليتيتس ذا بروسيجر. الانيشال تولز اللي بنستخدمها في السوبيريور ابروتش هي رقم واحد اللوكينج ستايل. واللوكينج ستايل هو الورك هورس تول اللي بنستخدمها في الليد اكستراكشن اللي لو انا هشتغل هاي ريسك ليد لازم تبقى موجوده عندي. اللوكينج ستايل يمكن هو الموست افكتيف سنجل تول اللي هستخدمه. لو هستخدم تول واحده بس انا هختار اللوكينج ستايل علشان ممكن حتى اكستراكت الليد مانوالي. اهميه اللوكينج ستايل ان هو بيترانسميت الفورس مور ديستالي وبيحافظ على التنسايل فورس بتاعه الليد. فده اللوكينج ستايل مهم خالص. للاسف هو فيري اكسبنسيف واللوكينج ستايلز الموجوده عندنا في يعني في مصر كلها معدوده. تيب فين ادفانسمنت في الانيشال تول ان انا لازم اعمل كومبليت اكسبوجر لليومن اللي هحط فيه الليد اللي المفروض موجود داخل الانر كاثود هنا. لان انا لو حطيته من غير ما اعمل اكسبوجر لليومن ممكن يدخل ما بين اليومن وما بين الكويل ديت وبعد ما اعمل له لوكينج ويطلع البنز بتاعته دي عمليه ريفرسبل مش هقدر اعمل له انلوكينج تاني. الحاجه الثانيه اللي بستخدمها بعد اللوكينج ستايلت وهو المانوال شيس اللي هو النون باورد شيس وده اللي موجود معانا حاليا ليه ديفرنت سايزز باختارها اكوردنج لي الليد. ان موست كيسز بنستخدم ال 8 ونص و10 فرنش انما لو اي سي دي ليد هستخدم ال 11 ونص او اكتر من كده. بيبقى تو ليومنز او تو شيسز واحد اوتر شيس وانر شيس. الاوتر شيس ده انا بحط جزء منه على الانتري سايد بتاعي عشان يساعد على المانيبيوليشن اللي بعمله بالانر شيس. الانر شيس بستخدم روتيشنال وبوشنج فورسز علشان اقدر اعمل بلانت ديسكشن للادهيجنز اللي موجوده قدام. What if the manual shear doesn't advance؟ انا بعمل الروتيشن ديت وات دازنت ادفانس. اتوقع ان عندي اكستنسيف ادهيجن. اتوقع ان التيب اوف ذا شيز از ديستورتد. ساعتها انا هطلع الانر شيز تاني واشوف التيب بتاعته. لو لقيتها ديستورتد فعلا ممكن اعمل لها كات تاني اوبليكلي وري انتروديوس. او اتوقع ان النيكروتيك تيشوز او الفايبروتيك تيشوز اللي انا بعمل لها ديسكشن scrambled or accumulated in front of the lead وهي اللي بتprevent further advancement of the lead. في الحالة دي هستخدم شيس أكبر. أحيانا بكون عند بند زي البند ما بين السبكليفيان والسوبيريور فينا كيفا دي هتحتاج حاجة تكون more flexible زي الليزر شيس اللي ما عندناش أو التايت ريل اللي عندنا اتنين منه بس في مصر. أي مكان across the lead from the venous entry لحد التب هو عرضة لdevelopment of adhesions including subclavian, subclavian, superior vena cava, superior vena cava right atrial junction, right atrium, tricuspid valve والmyocardium. يمكن أخطر الpoints المهمة اللي هي الpoint بتاعت superior vena cava right atrial junction. الpoint دي is very thin وهي عشان جايه ات انجل فهي عرضه للكومبليكيشن. كومبليكيشن للاسف بتبقى سوبيريور فينا كيفا او رايت اتريوم لاسيريشن. يعني كان دايما انطونيو بيقول حتى لو السيرجن واقف جنبك ممكن ما يقدرش يساعدك تو اوفركم البليدنج اللي هيحصل من هنا. النقطه الثانيه اللي هي التيب اوف ذا ليد اللي ممكن تؤدي الى مايوكارديال تير.
لو لقيت ريزيستنس عند السوبيريور فينا كيفا رايت اتريال جونكشن ممكن تابجريد تو باورد شيس، استخدم تايت ريل، ابجريد تو ليزر شيس. الحاجات دي هنقول عليها في السلايد اللي بعد كده واشار عليها الدكتور اشرف. عملت كروسنج للترايكاسبيد انيولوس، مهم زي ما شرح الدكتور اشرف الفرق ما بين التراكشن ان انا اشد الليد كله والكاونتر تراكشن ان انا ادفانس الشيز بتاعي لحد ما اوصل للايبكس والوكالايز الشير فورس لسنجل بوينت. الانترا بروسيجرال مونيتورنج از امبورتنت، هستخدم ارتيريال بلاد بريشر مونيتورنج سنترال لاين، ترانس ثراسيك ايكو حتى لو بالسب كوستال فيو، ترانس اسفيجال ايكو لو البيشنت سيديتد. انما الحاجه النوفل اللي هي الثراكوسكوبيك اسيستنس، لو معايا ثراكوسكوبيك سيرجن ممكن يحط فروم ذا رايت انتر كوستال سبيس ثراكوسكوب وهو بيراقب الجنكشن ما بين الرايت اتريوم والسوبيريور فينا كيفا، المكان الاخطر والعرضه للسريشن بيمونيتور، وان كيس اوف كومبليكيشن او ليك بياخد ستيتش على طول، احيانا بيحط بيرس سترينج ستيتش فروم ذا ستارت وبعد ما اعمل اكستراكشن بيعمل لها تايتنينج. وكان في حالات كتير اشتغلناها كده يعني سيف اند افكتيف. هاف يور نيسيسري تولز نير باي زي ما قال الدكتور اشرف، مهم ان انا يبقى عندي التول ديت اللي هي البالون السوبيريور فينا كيفا بالون. دي بالون عباره عن نون كومبلاينت كومبلاينت بالون، بتبقى 8 سنتيمتر ان دايمتر، بحطها في السوبيريور فينا كيفا لو حصل لاسريشن از ا تمبوراري سوليوشن لحد ما تبقى السيرجري افيلابل. الفيمورال ابروتش هو كومبيرد تو سوبيريور ابروتش في البريفيوس ستاديز كان اسوشيتد وذ مور كومبليكيشنز مور مورتاليتي مور بروسيجرال تايم اند مور فلوروسكوبي تايم. ليه؟ علشان التراكشن ثرو فيمورال ابروتش بيكون دايما اكتر، ولكنه ستيل انديكيتد لما افيل من السوبيريور ابروتش او لو عندي بروكن او فلوتنج ليد او فلوبي ليد. فلوبي ليد يعني ليد انا عملت له ديستراكشن انا وبسحبه او ريد اوريدي ديستراكتد او مش قادر استخدم اللوكينج ستايلت او ما عنديش لوكينج ستايلت، وده يمكن سبب ان احنا بنستخدم الفيمورال ابروتش في مصر بشكل كتير. الادفانتج بتاعته ان انا بستخدم السوبيريور ابروتش ان انا ابريك الادهيجنز الموجوده في الجزء ده، وبستخدم الفيمورال ابروتش ابريك الادهيجنز اللي موجوده عند الايبكس وعند الرايت اتريوم والسوبيريور فينا كيفا علشان اتجاه الفورس بيبقى مختلف. التولز اللي بستخدمها الديفليكتابل ابليشن كاثيتر، بمسك الليد وبعمل له تراكشن مهم خالص. والحاجه الثانيه السنير، بعد ما عملت لها خليتها فلوتنج بمسك الديستال تيب بتاعها بالسنير. دي اكتر حاجه بنستخدمها سواء السنير ده بريفورمد او احنا اللي عاملينه. تراي تو افويد الشكل ده ان انت تعمل الديفليكتابل ابليشن كاثيتر وتسنير الجزء الثاني من الناحيه دي بحيث تبقى الفورس اقوى، لان كل ما زادت الفورس هتزيد الكومبليكيشنز. اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو حاجه اسمها الليبرال فيمورال ابروتش، يعني كومبايند سوبيريور وانفيريور ابروتش، بس هروح للانفيريور ابروتش بلو ثريشولد، يعني هروح له ايرليير طبعا عشان احنا ما عندناش الادفانس تولز كلها اللي نقدر نستخدمها من السوبيريور ابروتش. وجود بيج فيجيتيشن، انا عايز 1 مينيت بس. معظم الحالات اللي بتبقى ريفيرد بتبقى حالات انفكتيف انديكيشن زي ما قال الدكتور محمد اسامه. ليد فيجيتيشن اكتر من 2 سنتيمتر يو هاف تو ديسكاس ان اوبن سيرجيكال اكستراكشن. الجايدلاينز 2015 بتاعه انفكتيف اندوكاردايتس قالت ان سيرجري مي بي كونسيدرد، وهيبقى عندك 3 اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انت تعمل ترانس فينوس ليد اكستراكشن بهاي ريسك امبولايزيشن، يعني ان موست ستاديز لحد 2.5 سنتيمتر فيجيتيشن مش هتعمل حاجه، هتعمل بس سب كلينيكال بالمونري امبوليزم، وعلى اللونج تيرم اوتكمز مش مفيش ورس ايفنتس بتحصل، او ان انت تعمل سيرجيكال اكستراكشن اللي هيبقى ريسكي في عينين الانفكتيف اندوكارديتس، او طبعا تستخدم البيركوتينيوس اسبيريشن ديفايس اللي طبعا مش موجوده عندنا، هي عباره عن اكسترا كوربوريال فلتر فيكوم اسيستد، بتبقى ليها كانيولا انجوفاك كانيولا ايبل فور ديبالكينج اند ديكريز السايز اوف ذا فيجيتيشن بيفور اكستراكشن. دي وان اوف اور كيسز في اسيوط، كان عيان عنده بيج فيجيتيشن على الاتريال بارت في الفنتريكولار ليد، وعملنا له سكسسفول اكستراكشن، ما حصلوش الحمد لله بالمونري امبوليزم ولا ايفنتس على مستوى الثلاث شهور. الكورونري ساينس ليد
less adhesions usually extracted manually في كل الترايلز. خلي بالك ان الكورونري ساينس لاسيريشن از ا سيريس كومبليكيشن. كورونري ساينس از بوستيرير ومش ابروتشبل بالنسبه للجراح حتى لو موجود ومعقم التحقيم بتاع الجراحه. Usually extracted manually, even in active fixation leads extracted manually on most trials. Patient with persistent left superior vena cava, زي الكورونري ساينس leads. We my take home message, preoperative risk stratification is very important. Femoral approach associated with higher complications, ولكن الليبرال femoral approach أو combined superior inferior approach هو اللي suit أكتر التولز اللي available عندنا في مصر. And thank you. شكرا دكتور محمد. Very nice talk as usual. الحقيقة احنا بنشتغل femoral بدري لانه بس انا بشوفها زي ما يكون عيان اشتغلته انتجريد كوروناري وبدري بدري لقيت الانتجريد ما جابش نتيجه رحت قالب ريتروجريد. فالحقيقه بتلاقي جود ريزلت. كون اخر الفيمورال قوي برضو وهم معاهم بيعمل كومبليكيشنز لان هم بيأخروه قوي. الحقيقه احيان كتير قوي يمكن في حالات اشتغلناها مع الدكتور هيثم ان احنا اول ما بنطلع بالليد في الرايت اتريوم كون ان انا اخده من تحت اسهل. ليه؟ لانه الكلوث بتاعه الكفرنج بتاعه بيبقى باكلت كده وتيجي تشد عليه تلاقيه مش جاي معاك. بينما لما بتسحبه من تحت بتلاقيه يبقى ستريتن وتقدر تديل وذ. وخاصة ان انت بتسحب من الفيمورال والفيمورال بيبقى لسه ما فيهوش ادهيجنز تحت ولا بتاع فبيبقى سحبه تحت مش صعب قوي زي ما انت بتسحب من السب. فالحقيقه شكرا جزيلا على المحاضره الجميله دي وبالتوفيق دايما ان شاء الله. Our last speaker for the meeting is Dr. Tarek Abd Salam, lecturer of cardiology at Shams University. We will talk about challenging decision in lead extraction. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للدكتور هيثم والإكرا ممبرز والشير بيرسونز والناس اللي استحملونا لحد دلوقتي. الحقيقة أنا هبتدي نتكلم عن الـ specific patient categories وإزاي الـ categories دي هتفرق معانا في decisions بتاع lead extraction وهل في equipment معينة هتبقى محتاجينها لبعض الـ patients. زي تكملة لما قالوا زملاء السابقين بالنسبة للspecific patients احنا عندنا specific things يعني سواء patients specific patients او specific devices هم اللي هي impede الdecision بتاعنا. General speaking لو نتكلم عن الage groups يظل الage group الاصعب بالنسبة لنا هم الناس الادلتس اللي ركبوا وهم اطفال في سن صغير لانه طبعا ال longer implant duration هو ال worst risk factor اللي carrying highest risk of complications واللي بيخلينا نحتاج advanced tools. Those young adults with advanced have more advanced fibrosis and probable calcification. Studies performed previously concluded that the delay in lead extraction adulthood seems to provide a more risky option then early extraction in children before growing up. Young adults usually have more risk factors and more complex procedures compared to children, as we mentioned before, as they usually have, due to the delay in extraction, more fibrosis, requiring more equipment and developing more complication. And the implant duration carries this, the most significant risk factor problem and the relation to mortality. In congenital heart diseases, a retrospective analysis where lead extraction involved around 144 patients, successful extraction could be performed in around 29% of leads with just gentle traction. Of the remaining leads, 35 were abandoned
109 underwent complex extraction, including a radio frequency powered sheath and laser sheaths. Successful extraction could be performed in most of the patients undergoing lead extraction with congenital heart disease, even after a longer duration of implantation, which included 94% of the leads. The problem lies mainly with the older lead age and with the ventricular lead position, and previously used polyurethane insulation in the older leads carries a higher risk of induced fibrosis. Take care that it's contraindicated to perform a percutaneous lead extraction in patients with a lead in a systemic atrium or ventricle, like the patients with a single ventricle. Chronic kidney disease patients have a higher all-cause mortality, which increases with the severity of the chronic kidney disease status. The risk of all mortality doubled at follow-up less than 1 year, and was higher at follow-up after 1 year. A study performed by Dr. Amr Fouad, who was a lecturer in INCHAMS, which included 1,400 patients, concluded that extraction in dialysis patients didn't seem to add more complexity, but was associated with increased mortality at 1 and 6 months. In patients with therapeutic anticoagulation, the lead extraction performed percutaneously is a debatable condition. Many physicians would prefer to stop and bridge, especially in patients having a mechanical valve. However, studies carried in 2021 safely performed anticoagulate patients with therapeutic NR without bridging with glyxane or heparin. There was no significant drop in hemoglobin post-procedure or overall complication between the both groups. As regards specific devices, in CRT-infected devices, usually a CRT device is a more complex procedure, having to extract 3 leads. However, various studies conclude that infection of CRT systems is not more dangerous or difficult than removing infected pacemaker and ICD systems. However, the main factor remains, as previously said, the implant duration rather than the device itself. Longer survival after removal of infected CRT was seen. However, the short-term mortality as regards CRT extraction is higher than in non-CRT patients. This can be regarded due to the worse condition of the patient himself as regards his heart failure states. CRT patient extraction was not associated with an increased 30-day mortality despite the higher comorbidity of the patients in a retrospective analysis of 200 CRT patients. As regards ICD devices, usually the larger ICD device lead carries a higher risk. However, it was not manifested in observational studies. Complete procedure success could be performed in multiple studies without higher significant higher complication, major or minor complication rates. As regards the ICD leads versus conventional pacemakers lead, and when comparing single or dual coil leads. The greatest challenge comes with lumenless leads used mainly for conduction system pacing. Studies concluded that it was done successfully in a lower number of patients because of lower experience with these patients. However, the extraction tools needed are more complex because these leads will not have a lumen to insert the locking stylet inside. Thus, we mainly will depend upon simple traction if the lead is implanted recently, and if not,
mainly we will need a lead extender, the Bulldog lead extender, where the lead is locked inside, and this metal is advanced locking the lead inside with the, within the Bulldog, with much traction needed. The lead is probably going to be extracted. One of the major limitations is the paucity of data around lead extraction as regards the luminous leads. The most potential risk of extensive fibrosis is around the length of the leads, which is inside the interventricular septum of the screw. This is an example of the case where attempted lead extraction resulted in a tear in the septum, resulting in a VSD, and the screw is left inside. Because around 10 to 20 millimeter is inside the septum, this is the carries the largest risk. As regards abandoned leads, there are no specific data about the number of tolerated leads inside the SVC. This will mainly depends upon the symptoms, the SVC obstruction symptoms, and the physician opinion and experience. شكرا يا طارق على البرزنتيشن. انا عارف طبعا كلنا فيصنا، انا بس بقى انفايت يو ناخد صوره اخرانيه كلنا على البوديوم.